أهلا. في الحلقة الأولى من سلسلة مخصصة لمحكمة طاس تحدثنا عن ظروف النشأة والمؤسسين وأيضا اللغة المعتمدة وأيضا حتى تكاليف التقاضي أمام هذه المحكمة الدولية. في هذه الحلقة سنناقش أو سنفسر ونوضح معنى وصدت محكمة طاس والفرق بين الوسيط والحكم الذي يتم اعتماده داخل محكمة طاس من طرف المتقاضين، وأيضا الجانب المتعلق بالطعن داخل هذه المحكمة وأيضا مسيرة التقاضي. نبدأ بمعنى وساطة محكمة طاس. وساطة طاس هي مسيرة ليست إجبارية وغير رسمية، وتستند على اتفاقية بين طرفي النزاع، وضمنها يتعهد الأطراف بالتفاوض بحسنية بمساعدة وسيط الذي هو محكمة طاس بهدف حل إشكال له علاقة بالرياضة. نمر الآن إلى كيف يتم اختيار هذا الوسيط الذي كما قلت يختلف عن الحكم. يوجه الطرف الذي يرغب في وساطة محكمة طاس طلبا مكتوبا لمكتب المحكمة ليتم تعيين وسيط من طرف الأطراف من بين الوسطاء المعتمدين لدى محكمة طاس. في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين يعين رئيس المحكمة وسيطا بعد تشاور مع طرفي النزاع، وتجري مسيرة الوساطة وفق الطريقة المتفق عليها بين الطرفين. وفي حالة عدم وجود اتفاق فإن الوسيط يقرر في طبيعة هذه المسيرة، وتتلخص مهمة الوسيط في طرح حل للنزاع بالطريقة التي يراها مناسبة. من خلال ماذا؟ من خلال اقتراح حلول مناسبة للطرفين، لكن بدون أن يكون ذلك مصحوبا بلغة الإجبار. في حالة نجاحه في ذلك ينتهي دور الوساطة من خلال توقيع تعهد من طرف طرفي النزاع. أما بالنسبة للحكام، اختيار هيئة الحكام كمسترة عامة، فإن التحكيم في قضية ما يوكل إلى مجموعة مكونة من 3 حكام. وضمن المسترة العادية فإن كل طرف يختار حكما من لائحة الحكام المعتمدين لدى الطاس قبل أن يعين الحكمان المختاران رئيسا لهما. وفي حالة عدم توافق على رئيس فإن رئيس الغرفة العادية يختار عوضا عن الحكمين رئيسا. أما ضمن مسترة الاستئناف فإن كلا الطرفين يختاران حكم لتمثيلهما، في حين أن الرئيس يتم تعيينه مباشرة من طرف رئيس غرفة تحكيم الاستئناف. وفي حالة موافقة الطرفين أو إذا ارتأت محكمة طاس ذلك فإنه بالإمكان تعيين حكم واحد، وذلك حسب طبيعة وأهمية القضية المعروضة. من المفروض في الحكام الاستقلالية التامة عن الأطراف وعدم وجود أي علاقة لهما مع القضية محل نزاع. وفي حالة وجود تجريح، يعني بلغة القانونيين الطعن في الحكم من أحد الأطراف ضد حكم الطرف الآخر، فإن المجلس الدولي للتحكيم في قضايا الرياضة كياس هو المخول له الفصل في ذلك. بالنسبة لمسار التقاضي أو كيف يتم تقدم أمام المحكمة والمسار الذي تأخذه القضايا، تعتمد الطاس في العلاقات ذات طبيعة تعاقدية أو الأفعال غير مشروعة على مسار التحكيم العادية، في حين يتم اتباع مسار التحكيم الخاصة بالاستئناف أو الطعن في الخلافات المتعلقة بقرار صادر عن هيئة أو منظمة رياضية. يتوجب على الطرف الراغب في التوجه إلى الطاس وضع طلب التحكيم أي في إطار مسيرة عادية لدى مكتب المحكمة أو طلب استئناف مسيرة استئناف، ويكون مضمونه مؤطر بمدونة التحكيم الرياضي. بالنسبة إلى مسيرة استئناف فإن الطرف المتقدم بطلبه لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد استنفاده المصادر التحكيمية داخل الجامعة الرياضية المعنية. كيف تجري مسيرة التحكيم؟ عندما يتم رفع دعوى أمام الطاس أو تقدم بطلب استئناف يقدم الطرف المدعى عليه جوابا للمحكمة، وبعد تبادل الدفعات كتابيا يتم استدعاء الأطراف لجلسة من أجل تقديم الحجج والدفاع عن وجهة نظرهم، ويتم توجيه الحكم النهائي أسابيع بعد ذلك. وفي حالة طلب استئناف أو وجود استعجال يتم إخبار الأطراف استثناء بالقرار قبل صدوره بشكل رسمي ونهائي. في هذه الحالة ما هو القانون الذي يطبقه الحكام؟ في إطار مسيرة التحكيم العادية للأطراف تطبيق القانون الجاري للعمل في موضوع الخلاف. في حالة عدم وجود اتفاق يتم تطبيق القانون السويسري الذي يوجد فيه مقر محكمة طاس. أما في إطار مسيرة الاستئناف فإن الأطراف تلتجئ إلى تطبيق القانون الجاري للعمل في موضوع الخلاف. وفي حالة عدم وجود اتفاق يلتجئ المحكمون إلى النظام المطبق في المؤسسة المعنية بطلب الاستئناف وفق قانون الدولة التي يحتضن مقر الجامعة. سؤال: كم تستمر مسيرة التحكيم لدى الطاس؟
في إطار المسطرة العادية فإن المدة تتراوح ما بين 6 و 12 شهرا أي سنة. أما في حالة تعلق الأمر باستئناف فإن المدة لا تتجاوز 3 أشهر. وفي حالة استعجال فإن الطاس تعلن عن إجراءات استثنائية في ظرف زمني وجيز أو على الأقل توقف تنفيذ قرار له علاقة بطلب استئناف. بعد صدور هذه القرارات يطرح السؤال ما القيمة القانونية للأحكام الصادرة محكمة الطاس؟ الأحكام أي أحكام محكمة الطاس نهائية وإجبارية التنفيذ منذ تاريخ صدورها، ويمكن تنفيذها وفق اتفاقية نيويورك التي تعترف بأحكام المحاكم الدولية، وهي التي وقعت عليها أزيد 140 دولة ومن بينها بطبيعة الحال المغرب. هل يمكن الطعن في قرار نهائي للطاس؟ أبواب المحكمة الفيدرالية السويسرية مفتوحة أمام حالات محددة من قبيل غياب الكفاءة أي الطعن في كفاءة من؟ يعني قدم تحكيمه في القضية المقدمة محكمة الطاس، أو خرق مسار التقاضي من قبيل مثلا عدم استماع لأحد الأطراف أو عدم تطابق الحكم النهائي مع النظام العام. يبقى السؤال الذي يخامرنا جميعا، هل يوجد في مكتب محكمة الطاس أو ضمن حكامها ووسطائها المعتمدين أعضاء من المغرب أو على الأقل من العالم العربي أو من القارة الإفريقية؟ هذا ما ستجدون جوابا عنه في الفيديو الموالي. طاب يومكم.